زعما كاين اشياء ربما ما تقدرش تتعوض، لكن اشياء اخرى تقدر تتعوض. بشرى فقدت يما وفقدت خاوتها وفقدت بيتهم، لكن عودت ناضت من دارها وجديد في على رجليها، وقدرتي تقراي وقدرتي راكي في الجامعه. حبيتي تحكي لي على هاد الرحله، كيفاش جبتي الباك، كيفاش راكي تقراي دروا، احكي لي. جبت الباك الحمد لله، فرحت. رحتي اسمحي لي برك، رحتي تجوزي الباك وانت بهذيك التشكيله؟ كنت مريضه بزاف، كنت سخانه، وحنايا محروقين ماشي ملحينا سخانه. رحت تجوزت والحمد لله. الحمد لله. يا ما تصح كانوا بزاف صعاب، كانت سخانه، كان رمضان، بصح الحمد لله. كنتي دايره لازم تجيبي الباك ولا جابوش؟ واش قلتي لي؟ لا جابش، يما تحت القبر باش تفرح وتكون راضيه. وخوتي بزاف جازوا علينا بزاف يامات صعب، حبيت حاجه تفرحهم، جات البوسيبل تاعي وكانت الحمد لله. كانت باك. حاجه المهم حاجه تفرحنا، باسكو كنتوا محتاجين فرحه بعد هذاك البيت تحرق وبعد الحمد لله. الحمد لله. دخلتي الجامعه، احكي لي كيفاش، باش الناس انا نقول لك هكذا، باش حنا الجزائريين ما نحقروش بعضنا، باش كي نشوفوا بشرى ماشي ندوروا عليها وجهنا، باش كي نشوفوا بشرى نروحوا ليها ونعنقوها لانها درس ونموذج. احكي لي على بعض التصرفات تاع البنات كي يشوفوك في الجامعه. يشوفوني يضحكوا، ما يحبوش يهضروا معايا، يحقروا يدوروا وجههم. بصح مالغري كامل حباباتي تخلاو عليا، عندي حبيبتي وحده اللي ما ننساش كامل خيرها، بسمه واقفه معايا وهي جابت لي لهنايا هالحصه خط احمر. وصفقوا على بسمه هي موجوده معنا. هذه صاحبتها اللي حبت ناض، صاحبتها هي اللي راسلتني في الانستغرام واللي قالت لي على بشرى وشغل من ذاك. صح خوك ماشي بالضروره هي اللي تولدو يمك، خوك اب اخي لم تلده امك. هذه هي اختي بزاف، نشكرها بزاف بزاف، بصبتاني هنا. وزيد واش راكي حابه تكوني؟ قلتي لي انا حابه محاميه، كون عندي اسم ان شاء الله ندير بصمه ان شاء الله. احكي لي على خوك اللي هو يخدم عليكم 20 سنه. خويا 20 سنه. خوك اللي كيصرى الحادث ما كانش، كان معروض، كان عند صاحبه. كان عيد ميلاد. عيد ميلاد كان عنده. عيد ميلاد تاع صاحبه. انتوما كاع كنتوا في الدار؟ تفضل. ما كانش هو في الدار كي صارت هالحادث. بدا كي جا السبيطار نهضر معاه نقول له خويا انا بشرى، انا بشرى هكا مشوكي ما عرفنيش، عقل غير لافوا تاعي. من بعد داني السبيطار ودركا هو اللي يخدم عليك. كنت نحوس على ماما يقولوا لي مليحه مليحه، وما الله يرحمها قعدت لي حرقه في قلبي ما شفتهاش، ما حبوش يقولوا لي. ماما قبل ما تموت وصات خويا نبيل، قالت له خياتك امانه ورقبتك. الحمد لله هو واقف علينا حاجه ما